الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبن ريق العيدان المصلوبين في النار عطف علينا وطل يا نهار اسود يا ولاد دي الحكاية بقى كبيرة على الآخر روحنا في داهية أيوة مين اللي بيخبط؟ أنا فادي الشحات العم ست فين؟ هو سفارة فين؟ خير ولا أنت ما يجيش من تحت راسك خير أبدا؟ يوم أنا مالي يا ست مع الرسول إلى البلاء والبلد النبادي إيه؟ هو سفارة فين؟ يعني مش عايز تقول طب استنى بقى ما صحيهولك يو هو لسه نايم نوم العاف إن شاء الله فرج قوم عاوزينك ايه يا فهيم ليه الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده شويه ولا ايه الشحات بره وعاوزك عاوز ايه وش النحس ده مرضيش يقول امري لله نوم العافيه يا كبير في ايه وش المصايب موضوع المحضر تلعب بجد مش تهويش انا شفتهم بهنيه دول وهم داخلين النقطه يعملوا لك محضر تعدي عملوها يعني ماشي ذنبهم على جنبهم طب وهنعمل ايه دلوقتي هنخليه بقى محضر بجد محضر بجد يعني ايه مش فاهم دلوقتي تفهم يا غبي وبطل اسئله كتير وتزع هنا لحد ما غير هدومه يوادي اوامر قول لي يالا احنا لسه الظهر لسه الظهر ايوه وبتسال ليه عشان حواريهم النجوم في عز الظهر ماشي ماشي يا كبير ماشي افتح الباب يا هان حاضر يا ماما يا عمتي فهيمة خليها تدخل حي يا مالا يا حبيبتي ازيك يا فهيمة خطوة عزيزة يا حبيبتي أنا جايلك في كلمتين ورد غطا مش هاخد من وقتك كتير بيتك ومطرحك يا حبيبتي اتفضل يعني أنت فشت على أوروبا يا ناجي عشان تدور هناك على اللي معرفتش تلاقيه هنا حكاية العطش جوايا يا خالي كانت مجنناني هو في ألذ من مية النيل أنت عارف يا جنيدي أنا كنت بدور على مية من نوع تاني مية إذا أنت شربتها ما تحسش بالعطش أبدا
واضح انك شفت عجايب الدنيا السبعة. سبعة بس؟ يا اخي قول 70 700 7000. ياه ده انت اكيد عندك حكايات من الصبح. هحكي لكم على ايه ولا ايه؟ انا كنت بجري ورا مظهر الحياة هناك يمكن الاقي اللي انا عاوزه، لكن المظهر كان براق بيزغلل. واه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان بانت بشاير الربيع فوق الغصن الورد يا قلبي يا تايه ورا وهمك ودع شقاك وقطع حبال همك وارسم على صفحتك عصفور ووردايا وزع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك الشر يكوي القلوب والنار يحرقها والرب يرفع الشعور وخيره يرزقها ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها وهو يشبع كل اشواقها يفرد جناحه الكبير ويطلع من فوقها يفرد جناحه الكبير ويطلع من فوقها يا خبر يا استاذ ناجي، ده انت رحت بلاد الدنيا كلها. اهو دي البلاد اللي بيقولوا عليها من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. قبور بيضه من بره زي الفل ومن جوه عفن تمام زي ما قال السيد المسيح عن الفريسيين تشبهون قبورا مبيضه تظهر من خارج جميله وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. يعني وشوش بتلمع وعيون بتبرق وضحكات بتلعلع انحناءات وابتسامات لكن من جوه قلوب مكسورة ونفوس مكسورة. طب ايه اللي كسرها كده يا ابني؟ الشر الشر يا عم ابراهيم. أول ما اختلطت بالناس دول كنت فاهم إن أنا هلاقيهم فرحانين وسعدة متمتعين بكل اللي حواليهم من شبع وارتوى، لكن لما عرفتهم على حقيقتهم لقيت قلوبهم ناشفة وانفسهم مشققة زي الأرض البور تمام، مفيش حاجة راوياهم ولا حاجة مشبعاهم. كل ده ومش شبعانين؟ الحاجات دي ما تشبعش يا شاكر، مهما غرفوا منها محتاجين يغرفوا أكتر، كل ما يشربوا من الدنيا كل ما يزدادوا عطش. تمام زي الطور اللي بيلف في الساقية، يبقوا رابطينه في الساقية ومغميين عينيه، وهو يلف ويدور يلف ويدور ولا هو شايف حاجة من اللي حواليه. لكن دول اهل علم وفكر وثقافه وحضاره، كل ده ما يفتحش عينيهم. السعاده والراحه والسلام الداخلي ما يجوش عن طريق العلم والثقافه والحضاره. السعاده والراحه والسلام الداخلي ما يجوش عن طريق حاجه نعرفها ونتعلمها وبعدين نعملها. تيجي من ايه يا استاذ نايم؟ تيجي عن طريق شخص نحبه ونتبعه ونسلمه قلوبنا. شخص؟ شخص مين؟ مصدر السعادة والراحة والسلام الداخلي. دخلنا في الغويط. ايه الغويط ده؟ الغويط ده اخد مني سنين طويلة علشان اعرفه. كنت حاسس ان انا زي اي واحد من اللي شفتهم، بس انا كنت بختلف عنهم شوية. مختلف عنهم في ايه يعني؟ انا كنت حاسس ان في حاجة ناقصاني، بس هما ما كانوش حاسين ان في حاجة ناقصاهم. بابا ايه هاد؟ ماما مال؟ عايزاك. ليه في ايه؟ معرفش، عايزاك انت وجدي وخالي ناجي. الله، حصل حاجة؟ ابدا، اصل عمتي فهيمة جت بعد ما اتكلمت مع ماما قالت لي روح عند جدك وابوك وخالك ناجي بسرعة. يبقى اكيد فرج عمل حاجة. هو يجي من وراه غير وجع الدماغ؟ اوصلكوا يا جماعة؟ ايوه لو سمحت يا جنيدي. اتفضل. عن ايدك يا استاذ فايز. اتفضلوا. تهيألي ربنا لو كانت ده الولد ما كانش عمل اللي بيعمله ده. ده زي ما تكون جواها نار عايدة مش عايزة تتفي. خليكي انت بس مع ربنا وهو هيصلح الأحوال. حياتي بقت نار يا نعمة يا اختي، كل يوم اصحى الصبح اقول يا رب فوت اليوم اللي على خير. كل شيء هيتصلح، مفيش حاجة بتفضل زي ما هي. وبعدين بقى مش كده يا اختي، ما تعمليش في روحك كده يا فهيمة.
زمانهم جايين وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيهديهم للحل. ماما ماما جبتهم يا ماما وجايين حالا ورايا. امال يا حبيبي قدها وقدود، مش انت راجل البيت الصغير برضه. يلا حبيبي على مذاكرتك. مساء الخير يا حبيبي. خير ان شاء الله. كان نفسي اجيلك بخير يا شاكر يا اخوي. اهدي يا بنتي اهدي اهدي واحكي لنا على كل حاجه. وادي ناجا اهو اللي جوزك عامل نقره من نقره. اهلا يا سناجي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهدي يا بنتي واحكي لنا على كل حاجه. احكي. يا فرج يا فرج، عيب عليك تكون راجل كده مال وهدومك وتتحدى عربله غلبانه زي ام جمال. احنا ما رضيناش نقول لك، عايزين نحل المشكله بهدوء. اعلى مفخلك اركبه. اخذ الشيطان يا فرج. هتعمل لي فيها ملاك وهتقول لي الحكم والامثال اللي بتضحك بيها على الهبل اللي حواليك. هبل ايه يا فرج؟ ما تتلم. حتى انت زعزعت القصب يا عود صفير، بقالك صوت. ما تغلطش يا فرج ما تغلطش. انا اغلط زي ما انا عاوز، واللي عنده كلمه يلمها. يلا يا رجاله كل واحد يشوف شغله. يلا بس يا يلا وفضل كتير على المعصرة. المسافة كلها ربع ساعة، فات 10 دقايق والباقي 5 دقايق، صح؟ لكن تفتكر يا خالي ان شهد المعصراني هيقدر يعمل حاجة مع فرج؟ ايوه، هو الوحيد اللي فرج ما يقدرش يعلي صوته قدامه، ده لحم كتافه من خير. طب وسايبه يعمل كده ليه بس؟ اصل ما فيش حد بيحكي له على العمايل اللي بيعملها جوزبيته في الناس، لازم يعرف كل حاجة عشان يقفوا عند حده. يا ريت يا خالي يا ريت. بقى يقلع زرع الارمله الغلبانه، خلى ايه للمجرمين وقطاع الطرق. احنا صراحه يا شهدي عايزين حل الموضوع ده عشان البلد تخلص بقى من الصداع اللي عامله فرج دي. غريبه، ده زي ما يكون راكبه شيطان. واحنا بقى عاوزين نخلصه من الشيطان ده. اكيد هو نفسه تعيس وتعبان من اللي بيعمله بس مش حاسس. ولو كان حاسس كان بطل. ولا معنا. ايوه يا بيه، خد عربية جنيدي وروح لفرج تقول ان انا عاوزه يسيب اي حاجة ويجي دغري، مفهوم؟ كان لازم افهمه رحت لابوكي، هو الوحيد اللي فرج بيعمل له 1000 حساب. انا لما شفت الشر في عينيه اتلبشت، قلت روح لقربيتي يقدر يساعدني، خفت ادب مشوار لحد المعصرة الاقي ابويا راح البندر. طب يلا بينا، قعدتنا هنا ملهاش لازمة. على فين؟ نروح نشوف عملوا ايه ووصلوا لحد فين؟ طب ذاكر انت يا هاني. ياما قلت لك يا فهيمة بلاش تتجوزي الراجل ده ومفيش فايدة. وابويا مشي ورا رايك معرفش ليه. خلى البلد كرهتنا زي العمى. كل شيء هيتصلح يا فهيمه يا اختي، والبلد كلها عارفه ان البنت احسن راجل في المعصره. فرج بيخاف من ابويا لكن ما بيختشيش. اهمني البخت والسلام يا نعمه يا اختي، بقت من كله. العيل يملى علينا حياتنا ولا هدوء سر. خالي ابراهيم ياما حكالي عنك يا عم شهدي. كل خير يا شهدي يا اخوي، كل خير. عيد منين الخير بقى؟ فرج بيعمل عمايله السودا دي، وهو انت مسؤول عن عمايله برضه، مش جوز بنتي وفي حكم ابني برضه. هو اصله ما لقاش حد يعقله، وعشان كده احنا جينا لك. انت برضه ليك كلمه عليه. انتوا مش اتربيتوا سوا من صغرنا واحنا اخوات؟ ايوه، بس طول عمرهم ناقر ونقير زي ما يكونوا فوق روس بعض. الكلام ده كان زمان يا خالي، انا خلاص عقلت. عقبال فرج، انت ابني كامل عقل وعلم، ربنا يحميك لشبابك. انت دخلت قلبي اول ما شفتك. انا مستحقش كل ده. لا تستحق ونص. انا مش عارف فرج مزاجك ليه يوصل بيه لفترة انه يستفرد بالولية الغلبانة ويعمل فيها العمايل دي. ليه وعشان ايه؟ الطمع يا عم شهدي، الطمع. في حكاية زي دي حصلت زمان قوي من ايام ايليا النبي. ايه من زمان قوي كده؟ ايوه. وايه الحكاية؟ الملك أخاب ملك السامرة كان ملك شرير جدا ما بيخافش ربنا، وكانت مراته اسمها إيزابل، الملكة إيزابل. أيوة أنا أعرف الاسم ده، أعرف إن هي كانت ملكة شريرة فعلا. وكان جنب قصر الملك حتة غيط صغير لراجل غلبان اسمه نابوت، نابوت اليزرعيلي، كان بيزرعه عنب كرم يعني.
الملك أخاب كان طمعان في كرم نابوت. يا نابوت نابوت. نعم يا مولاي أمرك. أنا هاخد الكرمة بتاعتك. بتاعت أنا؟ الكرمة الصغيرة دي يا مولاي؟ أيوة أنا هاخدها. ودي تيجي إيه في أراضي مولاي؟ دي ولا نقطة في بحر. برضو هاخدها، هضمها لقصري، هعملها بنينة خضار وفاكهة، وبأديك أرض أكبر وأحسن منها ألف مرة، أو بأديك ثمنها فضة. ما أقدرش يا مولاي، ما أقدرش. تقدرش يعني إيه؟ هي الكرمة دي مش بتاعتك؟ دي ميراث أبويا وجدي، دي أرض أجدادي من سنين طويلة. وماله؟ إيه يعني؟ أبقى ملعون لو اتصرفت في أرض أجدادي، ده أنا اندفن فيها ولا أعمل كده أبداً. أنت عارف أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعصى أمري. أنا الملك، أنا سيدك وسيد أجدادك، فاهم كده ولا لأ؟ فاهم يا مولاي. ولما أنت فاهم كده بتعصى أمري ليه؟ بقول لك هديك بدالها أرض أو فضة. ما أقدرش يا مولاي، ما أقدرش. طب امشي غور من قدامي، قوم من قدامي بسرعة قبل ما انزل اقطعك حتت. امر مولاي، امر مولاي. مالك يا مولاي؟ قال لي انك مش راضي تاكل. مش هاكل. خير يا مولاي؟ مش خير ابدا، نابوت رفض يديني الكرمة بتاعته. حتة الارض اللي قد الكف. بس انا عايزها. ايوه عايزها، قد الكف قد الكف، بس برضو عاوزها. ها بس كده؟ حاضر. ده انت ملك السامرة، ملك السامرة العظيم. عرضت عليه ارض وفلوس وبرضه رفض، قال ايه؟ ميراث جدوده. طب سيب لي الموضوع ده، ما تشغلش بالك بالحاجات التافهه دي، ده انت الملك، الملك العظيم. يعني هتعملي ايه؟ هدي لك الارض اللي انت عايزها. ازاي؟ ما قلت لك ما تشغلش بالك يا مولاي، اديني انت بس الختم بتاعك وروح كل. يلا يا مولاي يلا. امر مولاي. خد الرساله دي للشيوخ والاشراف وامسكوا نابوت اليزرعيل وحكموه، هاتوا شهود يحلفوا انه جادف على الله والملك، واحكموا عليه بالموت، وخدوه بره وارجموه، ارجموه لحد ما يموت. فاهم؟ فاهم يا مولاي. مش عايز اي غلط. مش هيكون فيه غلط يا مولاي. نابوت يموت والكرمة بتاعته للملك، مفهوم؟ مفهوم يا مولاي. يلا حالا. يلا يا مولاي. على فين؟ انزل أرضك. أرضي؟ بس دي كرمة نابوت. نابوت خلاص مات، والأرض دي أرضك بالمرسوم ده. ووسط فرحته بالأرض اللي اغتصبها بالدم، جه النبي إيليا مرسل من ربنا. انت ايليا؟ ايوه انا. عايزيه يا ايليا؟ عايزيه يا عدوي؟ جايا الا كلام الله. كلام الله. كلام الله. اسمع ربنا بيقول ايه. هل قتلت وارثت يا اخاب في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك ايضا، وإيزابل تأكلها الكلاب أيضا، وأولادك من مات لك في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء، لأنك بعت نفسك لعمل الشر. هل قتلت وارثت؟ 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 قلت يا فرق أنا ما عملتش حاجة يا عم، ما عملتش حاجة عشان أرد لأم جمال الخساير اللي هما بيقولوا عليه. وهم ما بيكذبوش. وفرج كمان ما بيكذبش يابا. خليك في حالك أنت يا رضا، ما تدخلش في اللي مالكش فيه. حاضر سكت. عنده حق يا عم، أنا كمان ما بكذبش. ومحضر التعدي اللي في النقطة كذب برضه؟ سهل على أي واحد إنه يعمل محضر لأي حد. بطل موحى يا فرج واسمع اللي أقول لك عليه. أنت لازم تعوض أم جمال عن كل خسائرها، وتتعهد بانك ما تعرضش ليها تاني بعد كده، والا هتخلى عنك مطرح تحط راسك تحط رجليك. ويهون عليك جوز بيتك برضه يا عمي؟ جوز بيتك اللي هو زي ابنك تمام؟ لا طبعا ما يهونش يا فرج. انكتم انت يا رضا، وبعدين معاك. خلاص اتكتمت. اشتري منها الارض بالثمن اللي يرضيها. دي ست عنيده ودماغها زي الحجر. بالثمن اللي يرضيها هي، مش اللي يرضيك انت يا فرج. حاول انت يا عم، مش هترضى برضه باي مبلغ. خلاص؟
تبقى متمسكة بالأرض ولازم تحترم حقها في الملكية. وهو كذلك يا عم. مفيش أحسن من السلام. المسيح قال طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. هو ده الكلام الحلو فعلا يا ابني. أنت فعلا صانع السلام يا ناجي. لا مش أنا يا خالي، عم شهدي هو صانع السلام. أيوة أيوة أيوة، كل بعقل الراجل حلاوة. المسيح جه بالسلام وعلى الأرض السلام، السلام اللي يفتح القلوب وينور الأرض كلها. السلام حلو يا ابني. أيوة السلام حلو يا عمي، لكن صعب. السلام صعب، السلام ما يقدرش عليه غير اللي يفتح قلبه ويسكن فيه أمير السلام. قصدك يا ابني المسيح قال سلامي أعطيكم، وهو ده السلام الحقيقي. بقول لك ايه بقى، احنا نتلم مع بعضينا بعد الظهر بالليل يعني، ونقعد ونسهر ونسمع الحاجات الحلوه دي. يلا بينا. على مهلك يخرج، على مهلك. مش شايف يعني؟ مش شايف قصدك ناجي كلب عقل ابويا حلاوه. طب وايه الجديد في كده يا برودك يا اخي؟ ما هي دي بيت صنعته، ياكل بقول خالق حلاوه. هو ابويا مش من ضمن الخالق يا ياكل اللي ياكله الا عم شهدي. انا ما صدقت كسبته بعد السنين دي كلها، ومش هوعيه ياكله مني ابدا. إيه بس اهدى يا فرج، اهدى اهدى. احنا عايزين نعمل حاجه نروح بيها عند حد. حاجه زي ايه يعني؟ مش عارف، بس حاجه لازم تكون محكمه، حاجه ما تخرش ميه. ماشي، ايدي على كتفك اهي. من غير تشنج ولا عصبيه زي شرير السينما. ماشي، من غير تشنج ولا عصبيه زي بتوع السينما. واه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب، يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب، عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، بانت بشاير الربيع فوق الغصون ألوان. قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وزع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك. الشر يكوي القلوب والنار يحرقها، والرب يرعى الشعور يشبع كل أشواقها، يفرد جناحه الكبير.